الضيافه ومعي زميلتي العزيزه بوسينه كامل. بوسينه مساء الخير. ازيك يا لميس؟ اهلا بيكي. وانا الحقيقه معجبه جدا بالمنطق اللي انت قلتيه، ان واللي كتبتيه على تويتر، انا عندي الاقبال اقل من غير زيت وسكر وتوجيهات عليا هو احسن، فهذا هو طريق نحو الديمقراطيه. بص يا لميس، عايزين نبص لانتخابات العالم كله. بنشوف كنا المظاهر الحشد الفظيع، وكم المقبلين على الانتخابات اللي شفناه حتى في استفتاء 2011. يعني الحقيقة لا، نرجع تاني حاجات احتفينا بيها، لان كنا فرحانين. هذا الشعب الذي كان يقاطع فيما قبل يذهب، لكن ذهب ليه وازاي وايه؟ احنا لازم هنراجع حاجات كتير قوي يا لميس. وعشان تعملي ديمقراطيه صح، لازم طول الوقت تعملي حسابات حتى للحاجات اللي كنت فرحانه بيها وبتتبهي بيها بين الامم. انا شخصيا لما قابلت كارتر بعد الانتخابات البرلمانيه اللي فاتت، سالني، قلت له النتائج انا بالنسبه لي مش مفهومه. قال لي طب هتاخدوا مواقف؟ قلت له مش هناخد موقف عشان عايزين المركب تسير. لكن دلوقتي بعديها احنا فهمنا الدنيا كانت ماشيه ازاي، سواء في البرلمانيه او الرئاسيه بتاعت مرسي وشفيق، وشفنا الضغوط وعدم الاداره. انا شايفه بالعكس يا لميس، ان اللي بيحصل دلوقتي فيه نضج، كل يوم فيه خطوه لقدام. لما حتى في الاعلام ما حدش طالع دلوقتي يقول اقبال غير مسبوق. صحيح. لا بس انا عايزه انا هقف هنا يا بوسينه واسالك. الناس بتلومنا ان احنا ما بنقولش ده، ما بنقولش اقبال غير مسبوق، احنا بنصف الشاشه اللي امامنا، مراسلنا بيصفوا الوجود. لا، انا عايزه الومكم على حاجه. لو لقوا اقبال متوسط بيقولوا متوسط، كثيف بيقولوا كثيف. لا، عايزه الومكم على حاجه ثانيه يا لمي. اتفضلي. مش انت يعني، انا بجد زهقت. طول عمرنا بنقول اللا مركزيه، ومعتبرين انه الحكام هم اللي فقط بيهتموا بالقاهره. احنا كل المظاهر بناخدها على القاهره بصراحه. لا بس لا، احنا كاميراتنا في كل مكان يا بوسينه. انا بقول يعني في النهايه اللي بيتم التركيز عليه كسلوجنز اعلاميه، يعني في بلاد لا فعلا كان في اقبال، يعني المنوفيه لما بقى 5%. لا احنا معانا سكرتنا في كل مكان، ومراسلنا في 27 محافظه. بس انا بقول لك، ايه اللي بيتصدر المشهد؟ وايه اللي احنا بنديله كل الحفاوه؟ المناطق المشهوره. لكن في الصعيد، انا كنت بعمل على اذاعه هنا القاهره على موقع جنرال التحرير مع المراسلين بتوعنا. لا، في الصعيد محافظات كان فيها اقبال، الاسماعيليه والسويس كان فيها اقبال، في مناطق ثانيه بنقول مهويه، اسوان قلنا مهويه. صحيح. فاهمه؟ لكن كمان ما ينفعش مثلا زي من ساعه الاستفتاء يقول لك الشباب قاطع. وده خطا احنا اعترفنا بيه الحقيقه. شباب عمان وفي شباب مرأة. البعيد عن يعني البعيد عن السوشيال ميديا. صحيح. او طبعا من الشباب اللي هم مقاطعين مقاطعين، لكن من الاستفتاء لا، مش حقيقي. ده حقيقي، واعتقد ان ده خطا احنا وقعنا فيه، وبنقول ان احنا مش هنقع فيه تاني، لانه في شابات نساء كمان، والحقيقه ان دول عددهم واضحه حتى لرؤيه العين. يعني سيبك بقى، خلينا انه طوابير النساء لا يعلى عليها. الحقيقه الشبابات كئيبه يا لميس. بس الرجاله بتزعل يا ابو سينا، الرجاله بتزعل جدا. لا، هنعمل ايه بقى؟ احنا البهجه بجد، لما تيجي النص الحلو احنا النص الحلو بكل المعاني. انا بشكرك. وبعدين انا عايزه اقول العمالين يهزقونا على الرقص، ومش الرقص والغنى، لما يبقى عندك ارهاب وقتل والناس نزلت، ومجرد الرقص هو احساس عارم بالطمانينه. ده حقيقي. يعني روح يا جماعه الاحساس بالامان كمان والطمانينه. وبين انا لما ابقى عندي كل هذا الخوف وكل هذه الانذارات وكل هذه التفكيرات اللي عايشينها على مدى الشهور الماضيه، ونازلين بنطلع طاقه البهجه، واقفين نتكلم مع بعض، احنا بنقف على ابواب لجان نعمل كاننا قاعدين في بيتنا
تواصل اجتماعي حق وحقيقي. ده حقيقي. بشكرك جدا بوسينة كامل على هذا الرأي. و الحقيقة انه يعني المشاهد برضو جميلة يعني. وانا هتفق مع بوسينة، صحيح عندنا احلام بارقام، لكن هتفق مع بوسينة انه فعلا عدد اقل من غير زيت وسكر اهم كتير من عدد حاشد بزيت وسكر.